مع السلامة، مرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم نوسي شو. ماني البارح قلت لكم باش نهزكم وأني مشي بالحمامات، فوالا أني حاضرة وتوا باش نخرج كالعادة ونصوركم الأجواء نتاع البيس نتاع لي جورناليست باش نتعذب زاد المدينة الثقافة ونشوفوا غادي شنيا فما والصحفيين يعني شنيا جوهم وباش نمشيو لافون بخوميييغ الفيلم أسويفر بطولة الممثلة جميلة الشيحي وأكيد الفيلم الفارس عفيف. مرحبا بكم ونشوفوا الأجواء وإن شاء الله يا ربي تطلع حاجة مزيانة خاطر أنا متفائلة خير. انبوزكم صمت قدام مدينة الثقافة اما كان خلوني لك راه بنتعدى تيقفوا ام صحفيين واقفين بازي استنوا في الكار وين ماشي حمامات صحيت اللوج على جماعة الحمامات عليا هو الكار جيت بعد شي كبير بدي يسلط علينا في الدعاء علي انا وصلنا هاي وصلنا للمسرح هاي السلام عليك نعدي وساكر سرقوني وتليفونوني تليفون فيه فيديو باهي مش مشكلة مرحبا بيا مرحبا بيا مرحبا بيا ما بيناتكم ناس الحمامات عم يشطفوا شوفوا قولوا بيوم خذي عندي على عامينا دو ما خليتهم مش انا فارس شفما اليوم والله فما برشا تليفونات قاعدين يطلبوا فيها فرحان انه يقولوا لي برشا بيت قاعده تقص الفيلم اسويبر معناتها سي بالحق فرحان على الاخر وان شاء الله بكلنا اسويبر كلنا يتبع اسويبر وينك يا جميله الشيحي هذيك هاكي جميله ويني هيا يا خيتي على الروبه يا خيتي على الزين سافا محلى زينك قبل كل شيء زينك انت ميرسي اللي جيت قولي اسويبر اسويبك قلت لي عرسوا الليلة قلت لي عرسك عرسوا عرس فارس بطولة شكون عرس فارس والله ايش نقول لك ماهيش بطولة هي أيه. راهو أيه. كلمني يا اخي انا خبيت بخاطره نحبه اش نعمل له نتبعوه جون وعنده حلمة يحب يعملها دونك انا ما نجم نقول له كان وي حتى انا هنا خاطرني قلت له وي شفت قداش ياثر فينا انا نحبك برك يا عايشك ومحليك وديما مزيان يا نوسة عايشك خليك يا روح نذكركم أنه بعد العرض بإمكانكم التصويت لاختيار أفضل عمل ضمن مسابقة موبايل موفي سعداء جدا باستقبال هذا الجمهور الكبير هذه الليلة في شاشات الحمامات مرحبا بكم مرة أخرى الليلة باش نستقبلوا زوز مخرجين مخرج الأول هو في بداية طريقه أكيد لأنه شارك في ورشة الموبايل موفي اللي هي مبادرة من شاشات الحمامات اللي مكنت مجموعة من الشباب أنهم يخضعوا للتدريبات وإقامة أكيد مكنتهم من التمكن شيئا فشيئا من أصول المهنة إذا صح التعبير ونستقبل كذلك مخرج ومنتج وممثل عزيز على قلوبنا برشا وظافر العابدين نستقبل في البداية فارس العفيف مرحبا بك فيلم يتبع ونستقبل ظافر العابدين مرحبا بكم اهلا وسهلا مساء النور عسلامة مرحبا بكم مرحبا اهلا وسهلا نورتونا مرحبا ظافر في الحمامات يعيشك فرحان برشا الحمامات انا على فكره مدني خليت والوالده نتاعها من الدار الجديده يعني حاسس روحي في محل في حومتك وحتى فارس يقول لي مرحبا يا فارس مرحبا وانا من منزل تميم دونك الليله نبليه بامتياز الليله ليله الوطن القدمه وليله الحمامات
في شاشات الحمامات فيلم الاولاني باش نتبعوه معاك فارس هو يتبع وقصته خاصة جدا. خلينا معاك انت نقرب شوية للتفاصيل قبل ما نتفرجوا على الفيلم. الحقيقة حاس روحي فرحان برشا معك. ميرسي للناس اللي جات على خاطري الحق. ميرسي لمنزل تميم. ميرسي للناس معاش مصوصة من كروان من تونس صحابي بالحق. يعطيكم الصحة على الوقفة. يتبع هو يحكي حكايتي انه ساعات الدنيا تخليك تخدم حاجات اخرى ما انت الفن وغرامك يبعدوك ولازم ترجع للفن هذاك. دونك حمامات جيت برشا نجي مع مجموعات مع مسرحيات مع فرق موسيقيه نخدم معاهم في الكام نخدم لهم في الضوء وانا مانيش في الضوء. الليله فرحان اللي انا الليله موجود في الضوء. دونك اسويفك هو سيرة نعيش فيه وكانت معايا في العيشة هذه واللي تقريبا تعيش في نفس السيرة خاطر هي عارفتي في الخدمة وفنانة. السيرة هذا الحقيقة قلت لي نحكيه على اسويفغ تبنيت معايا الفكرة وكبرت معايا المشروع الاسويفغ ونحب الليلة تكون مع جنبي خاطر مش سهل اليوم عبد يحط يده على كتفك ويقول لك فازي هاني معاك. دونك نحب نستدعي الممثلة جميلة الشيحي. مرحبا يا جميلة الشيحي ربح الحمامات أهلا وسهلا. كيف نحب نشكر برشا شادي العرفاوي على الوقفة اللي معايا وكيف مسرحية الباتروس وفطومة اللي جات زيدا اليوم نحب نقول لها راني نحبك برشا وميرسي على كل شيء. باهي فارس نقترح حاجة أنا هكا بما أنه ظافر مع جنبنا وإحنا باش نعديو ثلاثة أفلام زوز أفلام أصحابه موجودين هوني نعمل حوار هكا مرة هوني ومرة هوني بالعكس. مبروك يا فارس مبروك تحية كبيرة لفارس مبروك. ظافر إلى ابني نعرف المعزة بتاع الفيلم هذي عندك واليوم يتعرض في كادر ياسر محلاه زادة مع شباب مازالوا في بداية طريقهم. أول حاجة فرحان برشا تواجدي هنا في الحمامات. فرحان اللي فما تظاهرة كما تظاهرت على شاشات حشاشة الحمامات وبالمناسبة نحب نشكر السي ان سي اي وزارة الثقافة على تنظيم التظاهرة هذه لأنه التوانسة عطشانين برشا من السينما يحبوا يشوفوا أفلام عندهم شغف كبير. ما فماش برشا قاعات فالتظاهرات كما هذه تخليهم يشوفوا الأفلام الجديدة ويتعرفوا على أفلام اللي هي مصنوعة في تونس اللي هي دور في العالم ومصنوعة في تونس غير تونس ودور العالم واللي فيها كما نقولوا ليكيب تونسية وروح تونسية. بالفعل هو مركز الوطني السينما والصورة والمركز الثقافي الدولي بالحمامات اللي هما داعمين لهذا لهذه المبادرة. مش نرجع الجميلة توا فارس اما انت وياها راهو انا تفهموا بعضكم اكثر مني. تفضل. باش نحكي مع جميلة حديثي مع جميلة حكيناه في الفيلم خليته الفيلم توا يحكي. اما بالحق نحب نشكر برشا السينسيين المركز الدولي للحمامات نحب نشكر الانسان اللي حطنا في اول الطريق وقال لنا هذه هي الثنية. تصفيقة كبيرة لابراهيم الطيف اللي بالحق فما حاجة وقت اللي صارت بروجيكسيون بريس الافلام الكلنا تقريبا متقاعدين من العباد اللي مشاركين من 8 افلام غزرنا لعينيه وشفنا الفرحة حسينا كلبو اللي ولاده نشفوا ووصلوا خاطر شهرين خدمة شهرين باش وصلنا عملنا 5 دقائق شهرين خدمة. جميلة بما أنك طلعت بحدينا زيادة ميسيلش نسمعوا صوتك ميسيلش توا بعد في الديبات ونحكيوا على الموضوع هذايا. أنا جوست نحب نقول كلمتين كهو كل شيء يبدأ بحلمة. هو أنا نحكيوا على كل شيء يبدأ بحلمة وشاشات الحمامات هي تحقيق الأحلام الشباب. بالحق محتاجين شباب تونس اليوم البرشا إحاطة وبرشا لهوة وبرشا دعم. ميرسي بوكو إبراهيم الطيف على خاطر بالحق شوية شكر فيك ونعرف أنا قديش تعبت قديش ضحيت بشاشات الحمامات. إن شاء الله يا ربي الدورة الثانية نعلن عليها في اختتام الدورة هذية. Thank you.
مركز مع التصويت؟ مركز في رأي الجمهور خاطر يهمني، ما انت بقاتك مو كله في الكات والسانك في الموزيك ما تعملها في المسرحية ومكتب ما تعمل هيك والله برافو صحيح والله فين بتريتو شوز ما حليش والله بنين بنين مساج خفيف ونظيف تك تك خفيف خمسة دقائق فين ياسر احنا وسنسيب ياسر وقفت على المونتاج نتاعك زيد عرفت ليش توا انت توا وليت تابع المخرجين توريتهم الصحفيين باش ينفروك باش يبدا يصير باش تمشي المخرجين بتبيع باش يغيروا منك خاطر عامل فيلم باهي باش ينفروك مالهم باش يمشي فري شوب ستراسيل لا ولا فيلم والله مبروك 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 سلي مبوتي صحيت صحيت بايخ هنشوف وين وين هين هاتحطي خارج شكون قال لك هين هكا وين وحدة عندي عندي حق في كعبة ما يحب يعمل وجهي بعد يخرج له خوتي يخرج لك بالصوت خمسة حطي خمسة نجوم حطيت خمسة ما حبش تجيش عاو مش مشكلة عاو شوفي فيها شوفي فيها على الخير هذيك العادية ديريكت هاي نحب نعطي سانك توا كيفاش هوني ولا هون بسم الله يلا فارس موافق نورمالمون اوكي ويني لوكي شباب ما تحبش تعال امشي تاو كليك يستحقها دوسة بحليك بالحق ما نجمش نوصف لكم قداش فرحان مسرح حمامات راهو مو ساهل صحيح نشوفوه معبي اليوم ونشوف التصفيق هذاك قبل الفيلم والتصفيق اكثر بعد الفيلم الحمد لله اللي فكرتي وصلت اسويفغ مازال الكلنا نمن اللي نحن اسويفغ دونك ميرسي بوكو للناس اللي جاتني وبوس عليك نوسه نعم بوزينك اسمعني سؤال بسيط جدا هو امتاز نيسا مني الجميع اللي اخترتهم يخدموا معاك كما مدام جميله الشيحي الاستاذ شادي العرفاوي الخ الخ علاش اخترتهم هما الحق تاع ربي اخترتهم هما على خاطر هما امنوا بيا يوفى الكلام موفق صديق عايش